بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحباء المشاهدين والمتابعين هنا في الدوري العراقي مرة أخرى في ظل تواجد الجماهير الكبيرة مرة أخرى. نعم نستمتع بعدد تواجد جماهيري كبير في إعادة افتتاح ملعب ميسان الأولمبي في الدوري. ملعب جميل، أجواء جميلة، تواجد جماهيري كبير. ويا الله يا الله، قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ملعب ممتلئ عن بكرة أبيه، ملعب ممتلئ عن بكرة أبيه. شوف شوف الجماهير، شوف المقاتلين المتواجدين على أرضية الميدان. كرة تلعب، محاولة ولكن الإبعاد يأتي. سترى الجماهير العراقية متواجدة لمؤازرة المنتخب العراقي أو حتى الأندية العراقية. شوف الله الله على ملعب ميسان الأولمبي، صورة رائعة قدمها الاتحاد العراقي من قبل ملعب ميسان الأولمبي على أن دولة العراق تستحق أن تستضيف المباريات الدولية سواء كانت للمنتخب العراقي أو حتى لأندية الدوري العراقي. نعم فقط ما تبقى هو رفع الحظر تماما، ولكن شوف الجماهير يا الله، لله درك يا العراق، لله درك يا ميسان، لله درك يا ميسان على هذه الجماهير، على هذه اللوحة الرائعة. بتمر الكرة والجماهير لن تهدأ. ليلة خيالية، ليلة خيالية، بركان عراقي متواجد. جماهير ما في مكان، ما في مكان، لن تجد مساحة للجلوس بعد هذه اللحظات حتى ومن قبل أن تبتدئ المباراة. عودة جماهير نادي نفط ميسان. الله على جمالية هذا الملعب. نعم يدا بيد لرفع الحظر. هذه العراقية الصغيرة قادمة لتؤازر، قادمة لتشجع. كما ذكرت كرة القدم في الدوري العراقي كيان يلتزم به الجميع. لله درك يا العراق، لله درك يا ميسان، لله درك يا ميسان على هذه الجماهير، على هذه اللوحة الرائعة.